المرتفع الجوي السيبيري يزور المملكة ويبسط سيطرته عليها في الأسبوع الأخير من هذا العام، وتغييرات مرتقبة مع مطلع العام الجديد. التفاصيل بعد هذا الفاصل في النشرة الجوية الأسبوعية. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذا تتأثر المملكة هذا الأسبوع بالمرتفع الجوي السيبيري، وبالتالي تسود أجواء مستقرة في معظم أيام هذا الأسبوع، لكنها تكون باردة، بل وباردة للغاية في بعض الأوقات وبعض المناطق. يوم الأحد الأجواء تكون مشمسة في مختلف، كما نلاحظ الأجواء مشمسة بشكل تام، درجات الحرارة تكون تقريبا حوالي في ساعات النهار حوالي 12 درجة مئوية في العاصمة، من 10 درجات مئوية في جبال الشراق، 15 درجة مئوية في البادية الشمالية. درجة الحرارة الصغرى تهبط إلى 3 درجات مئوية في أغلب مناطق جبال الجنوب والمرتفعات الجبلية الجنوبية، لكنها دون الصفر في بعض الأجزاء من جبال الشراء بمشيئة الله تعالى. 24 إلى 13 درجة مئوية في خليج العقبة بمشيئة الله تعالى. يوم الاثنين الأجواء تبقى أيضا مشمسة مستقرة في كافة المناطق، درجات حرارة في ساعات النهار أقل بقليل من معدلاتها المعتادة، ولكن الأجواء في ساعات الليل باردة بل شديدة البرودة. تنشط الرياح الجنوبية الشرقية التي تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة أكثر وأكثر، درجات حرارة قريب الصفر المئوي في مناطق البادية الجنوبية، درجتين مئويتين في البادية الجنوبية، جبال الشراء درجتين مئويتين، العاصمة من 4 درجات، إربد 5 درجات، البادية الشرقية حوالي درجتين مئويتين، وكما نلاحظ في خليج العقبة 12 درجة مئوية في ساعات الليل بمشيئة الله تعالى. تكاثر لكميات من السحب المتوسطة والعالية يوم الثلاثاء، ووقع الأجواء مستقرة. هذا الأمر، ظهور هذه السحب الغيوم سيعمل على زيادة الإحساس بالبرودة أكثر، فدرجة الحرارة المعلنة 13، لكن الملموسة قد تكون 8 أو 7 درجات مئوية في ساعات النهار. تتحسن قليلا وبشكل نسبي درجات الحرارة في ساعات الليل في بعض المناطق، لكن الطقس إجمالا يبقى بارد ويبقى مستقر في كافة المناطق. يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تكون الأجواء يعني بشكل عام مستقرة في كافة ومختلف مناطق المملكة. يتوقع أن تصل درجة الحرارة في العاصمة إلى 11 درجة مئوية في ساعات النهار، تنخفض إلى 8 درجات مئوية في جبال الشراء، 13 درجة مئوية في البادية الجنوبية، 20 درجة مئوية في خليج العقبة. هناك انخفاض كما نلاحظ على درجات الحرارة، ولكن الأجواء مستقرة بشكل عام في معظم مناطق المملكة. يوم الخميس أيضا يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تبقى درجات حرارة في ذات السياق، 13 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى، الأجواء مستقرة مشمسة في كافة المناطق، باردة في ساعات الليل، تبقى الأجواء في خاصة في مناطق السهول الشرقية والبادية. نختم هذه النشرة الجوية بآخر أيام هذه السنة وآخر أيام هذا الأسبوع. نلاحظ تكاثر السحب والغيوم، لكن بقاء درجات حارة حول ذات المعدلات، تقريبا 13 درجة مئوية في ساعات النهار، 6 درجات مئوية في ساعات الليل. الأجواء تبقى، يمكن القلب أنها تبقى باردة في ساعات النهار، شديدة البرودة في بعض المناطق في ساعات الليل، ظهور لبعض السحب والغيوم. نراقب مطلع العام الجديد، احتمالية تشكل منخفضات جوية تؤثر على المملكة، تعود بنا مرة أخرى إلى الأجواء الباردة والممطرة. إذن هذه توقعاتنا الجوية لآخر أسبوع في هذه السنة، هذه آخر نشرة أسبوعية لسنة 2021. أتمنى لكم جميعا أن تكون سنة خير ومحبة في العام القادم. على ألقاكم في النشرة الأسبوعية القادمة، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.